يا مزاج الخيرات على سفر المزاج في كل شبر فيك يا مصر. يا بلد عايزه ولد يا فندينا. رد علينا، عايزين المفيد. ما هو ده المفيد يا معلم هلله. احنا بنتكلم في السعر يا فندينا. هو ده عيبنا بقى، ده عيبنا. نسيب الزبد اللي بتدوم ونمسك في الزهرات اللي مش دايمه. يا رجاله يا رجاله، السعر ده حبه فوق وحبه تحت، وحبه فوق حبه فوق، حبه حبه تحت، حبه تحت، حبه حبه فوق، حبه فوق، حبه تحت. خلاص كفايه بقى، بلاش غنى، نكمل. بس انا شايف ان السعر ده غالي علينا قوي يا فندينا. الغالي ثمنه فيه يا معلم. دي بضاعه ملهاش اخت يتيمه، لا في زيها في شرق ولا في غرب ولا حتى في جنوب. ليه؟ عشان كله شمال. خلاص خليك حنين علينا يا فندينا واود. اتعب انت يا حبيبي زي، وروح جيب البضاعه وخلطها، وباخدها منك بضعف السعر بتاعي. اوامرك يا فندينا، اشتري بالغالي لاجل عيونك. اهو ده كلام المعلمين، الكلام الرزين الموزون. تسلم لي عيونك يا معلم. تسلم يا كبير. توب علينا ربنا. انت ناويه تروحي الشغل برضو يا ابله؟ خميس ما كلمكيش؟ لا انا قلت اكيد كلمك انت. يا اختي ولا كلمني ولا كلمته. طب يا ابله المجهود الكتير ده غلط عليكي وعلي في بطنك. انت من اولها كده هتعملي من الحبه قبه. خلينا يا اختي نروح نشوف اكل عيشنا، هو ده اللي باقلنا. انا هروح افتح. لا خليكي، انا كده كده خارجه. روحي. الله يقويك يا اختي. سلام. جايه جايه. مش فاهمه انا متصربه على ايه ده. شفت عفريت قدامك؟ عايز من ايه براء؟ بيقولوا عليا رمانة ان انا قباض الروح. ايوه يا ابو سامي. ايه ايه بتقول ايه؟ مش سامع. خليك معايا خليك معايا. بعد اذنك يا فندينا. فندينا بعد اذنك بس. روح. لا روح مين؟ لا بدايه الليله. ايوه. زي ما انتوا يا بنات. هطمن على زمايلكم وراجع على طول. ماشي. روح معايا طبعا النهارده. نعم. ما انت بتسأليني وانت مكشره. بقى بذمتك تخرج من غير ما تقول لي وديني لو اوريك. وانا خارج علشان اشوف. ما تغيرتش يا روحي، لسه صايعه زي ما انت. وحشتني يا ابن الايه. يعني انا في السجن الدنيا ما كانتش حلوه. دنيا ملهاش طعم بعيد عنك.
بالعربي كده مش مزاجك. اهو جه اهو جه اهو جه. طب يلا مستنياك، ما تعوقش. انا اقدر. ما تقدرش. اقدر. اه ام ساميه، معلش ما كنتش سامعك عشان الدوشه اللي جوه. كنت بتقولي ايه؟ يا ستي ما كده كده هتعرضي يا نبى الصبح. المهم عملت اللي قلت لك عليها. انت قلقانه من ايه؟ مش سماعه البنسيون؟ خلاص مش هلاقي حته اتلقح انام فيها، يعني لازم اخرجك الصبح. حاضر ستي، حاضر حاضر، هجيب لكم افطار معايا. ايه ده ايه ده؟ هو الفول والطعميه كبركم بتشنجان وعلى حسابك. مش هضرب. ادولها نص ليمونه. يا ام ساميه يلا بقى عشان الحق الناس اللي جوه الاحسن، عماله بتنزف. اصلها حادثه كبيره قوي، مساكين. جوه فين؟ جوه العنبر. يلا في بال احسن، اتفخرت عليهم، محدش هيعنبرني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل. قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الإنسان. أه هو ده الإنسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس أنا عايز أسألك سؤال، هو أنت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قال؟ ولما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. اثبت. شاكرين يا كابتن مصر يا محترف. اختبرني يا فندم. يوه يوه
قتلني خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك، هقتلك خميس. لو حد متعرف ياض انا بعرفك، خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. لا لقيت بتظهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزناد تقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت ياض. انت فاكر ياض المده بيرمرم كده؟ يلا ليه؟ والمده بتاع عيال، المده عنده مزاج وبينقي الجته اللي يناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت ما تثبت ياض، اثبت ياض، افتح بوقك ياض. ابوك ياض عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالخباوه دي. ولا يا زوز؟ ما ظنيش. الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك. معلم نوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك، كلام امك لا. ها؟ اثبت اثبت يا اخلص. عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه المالت بيدور، رائد لأفندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء، ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت، ده كلب أفندينا، وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه، يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان ناوي على الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه؟ لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جماعة يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس. كأنه حرافي، وروحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذة واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مرة. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفة عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شوية يا اخوي، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ متخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر،
ولا انت شاكه اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ اسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وانا ببنيه طوبه طوبه، انت ما تعرفيش انا تعبت قد ايه ولا شقيت ازاي عشان ابني البيت ده. انا اتذللت للزباين، انا ياما كنت طايف للزبون اثبته واتذلل له، اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص اثبته عشان ياخد له وقيه، واللي بياخد وقيه ولا وقيه ونص اثبت فيه عشان ياخد له فرش ان شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. انا شقيت يا رمانه، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي انا فيه وبقيت كده، اقوم بقى سايب كل ده في الاخر واقف اتفرج؟ ساعتها مبقاش استاهل اسم افندينا يا رمانة. ايوه بس انا بصراحه كده ماليش فيه، انا بحبك يا خميس وخايفه عليك، مش عايزك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة، غلط بقى ولا صح، هو ده انا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغير، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اه ما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين، زي ما يكون مكتوب عليا اني اجيب الدنيا من اخرها واسرق طعمها من بق الموت. احنا ايه الكلام الكئيب ده؟ ايه اللي فكرنا بالليله دي دلوقتي؟ هو انا ما وحشتكيش يا بت ولا ايه؟ وحشتني طبعا. طب امال ايه بقى؟ ايه بقى؟ تعال دق اهو. ايه؟ اهو دق اهو. تلعبي ريست. ريست ده ايه؟ ريست يا بت، ريست دي لعبه النخبه. تعال بس ما تخم. ماشي ماشي يلا. اظبط كده، واحد اثنين ثلاثة. يا بنت قوية يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو انا مش مراتك ولا ايه؟ مراتي؟ مراتي بعمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بعمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه. بقولك ايه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجاله كتير وعزوة اكبر، يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب، بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بنت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي علمت مامك صح. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض.
هقدر ارفع وشي يابا غير لما سحره قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده، والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصة رباية؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الوليه كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. قال بشاير ايه؟ ده المفروض يسموها نوايب. ولا ولا الله يخرب عقلك، انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ انا عارفة ان امك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضبه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس الحقوني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعليلتك طار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي، حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه؟ عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت اما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ برايي بيت قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ لا تكنيله في شكلك، امشي وانا من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتتطلقي هتتطلقي. ها الشاي بتاعك يا معلم ابو الشمس. شاي سكوارع. تحت امرك يا معلم. فين السكين ونص؟ خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشر. ايوه استناه. نص فرش اربعات يا معلمي. زودت 100. حاضر. طب اخد دلوقتي. اه يا صابر، عملت ايه للسكينه؟ اه انا عايزك تذبح. ها طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق، ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحه جايه عماله تبص. ايوه استنى. ايه بوزنا؟ مالك يا اخويا؟ اتخنقت زهقت، قلت اطلع بره اشم شويه هوا. طب خش جوه دلوقتي، خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. كعبلت في طرف الجلبيه يا حاج. سلامتك من الكعباله يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كم دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم.
قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا إحنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. آه يا أخويا، وأنا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة، مصلحة. عمر أستاذ عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة إيه لا مؤاخذة؟ إحنا عايزين ربوية حشيش. إيه؟ حشيش؟ أصل أنا ودني بعافية ما بسمعش. الحشيش قال لا مؤاخذة يا معلمي، لا مؤاخذة يا معلمي، قال أنا منامك يا معلمي. في إيه يا زوز خير؟ الأستاذ تايه، فأنا قلت مفيش حد أدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني أعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت أمرك أخويا، في حاجة؟ أنا جاي أقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك. خدوا المعلم شلوفه خليه يعمل له أحلى حجر معسل على حسابي. اوعى تحاسبه ده ضيف. ها؟ لا يا معلم، أنا قصدي المجاج، الحشيش يعني. إيه؟ حشيش؟ حشيش يا ابني؟ حد قال لك إن الحتة دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار أسود، ده أخيراً تعمل شر أنت لا، نضايفك تقول لنا بتبيعوا حشيش؟ يا ابني إحنا بتوع معسل، الحقوا يا إخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا، بيقول الحتة فيها حشيش. سمعت الحكايه دي عني قبل كده. بدات اول بنت حلو وتبردك يا طلع وسخن ابرم برم دي الكلب ده استنى البلد اللي يوسف عندي استنى البلد اللي يوسف عندي وانا اول هدوبه شايل عروبك وانا اخويا جوان ملعوبك ادي كل في قلبي ادي كل في عقلي نعمل فرح يليق بينا يا شفاعه. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليله العمر. عايزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هللة؟ معلم هللة ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية، وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم.
مش حملك يا كبير. العيال دي انا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف اساميهم، كانهم ما اتولدوش من اساسه. وبلاش تشغل دماغك يا اخويا، انا افتح لك الفتحه التانيه. كل شويه تفكرني يا كبير، ده انا ما بفدى انسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءه زي ضله، وتبلغني اول باول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني قوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي مين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين الرغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تفزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ايه هي؟ هي مين يا بنت؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون، انا مش انا احسن حد يستعوضني. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنين عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش منتوش تربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة منبوسة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الضرب بخدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي، والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلي. هي كده عاملة زي الحجر يا ست نطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه؟ كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي. حنتوش منتوش تربوش منفوش.
ايه ده، انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك دوا كحه، بقول لك رقاصه. ما اعرفش اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصة واسمها رمانة، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليلة وليلة. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجة ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجة ولا ابو سنة ده ينيل عشتي. انت عارفة ان انا بحبك وخايفة عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وقريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حسيتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه تجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكة تانية لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير! ظفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبة غلط. كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبة بقتش كده. اللعبة قلبت جد. والغلطة بقت دفورة. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند. بس النوح مش هيسكت، احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. ده عامل ايه في الجواز يا خال؟ الله، ايه دخل عيشه في المرخيه؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي. ايه يا فندينا رسيني، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني،
اروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 مطرح ما تروح وراك. وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خراش، انت على طول نطت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك أساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسة في كف واحد يا عيون شوق. والنسوان زي ما انت عارف غلبة وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزة حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك راضي. انا مش عارف ليه انا تبت مني كرامة. صراحة يا ست مطر، انت ايدك فرطة قوي في الفلوس. كنت سيبي لنا حكاية الفلوس دي انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجة. النتيجة؟ النتيجة مضمونة مية مية. اسأليني أنا، أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه باتع. يا أخت أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين. وبعدين هي يعني فلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنت شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كله بقوانا يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح. انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب. انت كده هتموتي، هتقعي من طولك. انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشي قدام الناس ويقول لي شلبي شيل الزباله دي من هنا. انا زبالي يا بيزا؟ انا وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير. هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه؟ وبيشتغل في ايه؟ وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله. ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانة اه رمانة اه رمانة اه رمانة، ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه من هي رمانة اللي ما بتكدبش ابدا. والنبي تهدي يا ستي، امان طلعي عليكي تهدي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا. حاضر يا ابله، حاضر. خدي. مش شايفه يا قبلتي. وديني لوريك يا خميس. اتهبلت يا كرامه ولا اتجننتي؟ من امتى وانت بتسالي حاجات زي كده؟ انت هتنسي نفسك ولا ايه؟ رقاصه؟ رقصتي ايه؟ انت مين قالك الكلام الفاضي ده؟ اسمعي يا بنت الناس، انا راجل ما بكرهش في حياتي قد السين والجيم، وبيطلبوا معايا عكنانه وقله مزاج، فقصري في ليلتك. اسيبك ليه؟ لا اله الا الله، اسيبك ليه؟ انت عملتي لي ايه وحش عشان اسيبك؟ ولا انا بقى راجل مفتري ووحش بقى؟ مفتري انا؟ امال في ايه؟
ما لو فضلتي على قلقك ده هيخرب عليك ويخليني اسيبك. اسيبك يا كرامه؟ اسيبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب خلاص نكن بقى كده ونهدى ونقعد في اوضتنا متستتين وهوانا، وبلاش نسيب حد ينخور في دماغنا وما نسمعش من حد. يتوب علينا ربنا. يعني ايه يا باشا؟ يعني اللي سمعته يا نوح. بس ساعتك كده بتهز صورتي في السوق يا باشا. ولا هز صورتك ولا حاجة، انت بتدفع تمن اللي بيعمله ابنك. الله، وهو كان ابني عمل ايه بس يا باشا؟ واذا كان على غلطته مع خميس احنا دفعنا تمنها نص المصلحة اللي فاتت، واكتر من كده يبقى كتير قوي يا باشا. الكتير والقليل مش انت اللي تحدده يا نوح. انا كان عشم يبصلي شوية يا باشا. انا اديتك بدل الفرصة عشرة وانت ما عرفتش استغلها كويس. يا باشا انا كان املي كبير قوي في المصلحه دي، ومعريك عشمتني ان انا هشيل لوحدي. حكم السوق كده يا نوح، عامل لك ايه؟ وقلتها لك 100 مره قبل كده. مش انا قايل لك انها ما بتدومش لحد؟ ما سمعتش كلامي. رحت اديت الشغل لابنك وقعدت فيه. يا باشا براء قفش السوق وشفر كل ابوابه، وقدر في كام سنه يبقى كبير. وشغلانه بير السلم عمل فيها ايه؟ ده كل يوم بيتاخد منكم زبون. يا راجل البرشامه اللي احنا بنجيبها ب 10 جنيه بتتاخد منكم وتطحن وتتخلط وتتباع ب 100 جنيه، وابنك فرحان بكلمه يا معلم، وكل المكسب بيروح لغيركم. لا ما انا انا اتصرفت يا باشا وصفيت العيال دي، وبرضه انا محسوبك يا باشا. عشان كده انا قلت لك تيجي هنا يا نوح عشان نتكلم. خلي بالك يا نوح، ولم ابنك بدل ما تلاقي نفسك بره اللعبه. انت فين؟ هو انت كل مره تقطعني كده؟ ايوه انا جوه من بدري. طب يلا استنيك. بنت دي شكلها كده فاتحه الرابع ومش حاممها حد. وهي ما مين يعني؟ دي من الاخر. من الاخر ولا من الاول؟ هتطلع مين يعني ولا بنت مين؟ سيبك منها، انت مش قدها. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده، في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز يقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفل انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق عارض. انت حقك مردود تلت ومتلت وباي تمن. رمانه ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجاله. رمانه ما يوزنهاش الا راجل يسند ظهرها لاجل ما يملى عينيه. اهل كرنا قالوا ادي الجمال وادي الجمال. انت جيت لي وقصد افندينا، بس برضو غاوي والغاوي ينقط. وقلت اني معاك هكسب فوق ما انت متخيله. واديني جيت اهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطيتي عتبه قبرك وحفرتيه بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنيه صافيه ونظيفه ومش متعصي غدر، تبقى حطيتي رجلك على سلالم الجنه وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعد بايديك يا رمان. بقولك ايه يا براء، انت شكلك كده مش مطمن.
خلاص لو مش مطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نفوخة خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بنت عادي، ايه القفش اللي انت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام اخده عطا. وانا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحدة ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعة كده. ربنا يكفيك شر كسرة القلب، والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامة قلبك يا رمضان. يبقى نجم. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله اكبر. صباح الفل يا ست مطر، ايه الحلاوه دي كلها؟ تلم يا بيت. والنبي قمر وقشطه، قوليلي استحمتي بالزيت ولا لا؟ بقولك ايه يا بت يا سوري؟ نعم. هو انت لما كنت بتتجسسي علينا لصالح الحكومه كنت بتاخدي كام؟ ايه لازمتك بس الكلام ده يا ست مطر؟ ما احنا خلاص بقى طبنا الى الله. انا بسال بس يعني. عادي يعني، هي الحكومه دي بتدفع حاجه؟ اسمعي يا سوريا، احنا ولايه زي بعض وغلابه، وانتي شايفه عيشتنا في البيت ده محدش ضامن حاجه، وانت عارفه انا نجيتك من الموت قبل كده، يعني ليا في رقبتك جميلة. والنبي شايلها العمر كله يا ست مطر. يعني يا بنت لو طلبت منك حاجة تعمليها؟ طبعا، ودي عايزة كلام، أمور انت بس. ماشي، وانت معايا تكسبي كتير قوي. كم يعني؟ خميس الدنيا. الله يسلمك يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي كان يهرني وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين، وانا اللي كان كاسرني اللي كان قاهرني ويستقلوا بيا وكمان مستصغرين وكمان مستصغرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا شفت عفريت؟ انصرفي. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ تعالى بص على نفسك في المرايه. مرايه ايه اللي عايزه تبصصيني فيها كل شويه دي؟ انت عامله ايه في المرايه دي يا بت؟ عايزك في كلمتين. مرايه شو؟ وانا كل ما افتح باب الاقيكي حاضره. يا اخويا وطي صوتك شويه حتى هيسمعنا. اتوقع وش ما توطي حسك كده. اصل من ساعه ما رميت الكلمه اياها في عيني وانا مش عارفه اتلمع على نفسي. والنبي بصني كده احسن اكون بحلم. ما تلمي الدور يا بنت، لمي الدور وشويه الكلام ده. يعني انت كنت تقصد لما قلت لي عايز تهج؟ انا قلت كده. امي؟ معرفش، دي بيسأل الحاجة. فسحي سكة يا بنت، فسحي يا بنت سكة. يا حمام انا فسحها اهو. فسحي بنت ورا بدل ما تطب علينا اللي ما بترحمش. لو النبي قال لي فسح. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليها يا رب. يتوب علينا ربنا. اللي كان كسرني بيستقلوا بيا وكمان مستصغريني، كمان مستصغريني. بدران يا استاذ بدران. خلي بالي انت يا استاذ بدران. ما تتكلمش كتير. ايوه ايوه خير خير. مالك مالك اهدى. تعالى شوف النسيبه السوداء اللي وقعت فيها. ايه الحكومه كبست عليكي تاني؟ بس عليك السيره دي تيجي على الصبح كده على الريق تف من بقك. امال ايه اللي جايب قرار على هنا؟
بنت من البنات اللي عندي، بس دي غير البنات، دي بتجيلي دليفري. ايه الموتوسيكل بتاعها اتسرق؟ بس عليك يا استاذ بالذمه ده وقته. لا بعتها للدكتور بتاعنا الدليفري، اصلها حب اللي قلتي يسقطها. لسه يا دوب هيبدا، الحكومه كبست عليهم اخذتهم سره واحده. هو انت ما جيش من وراك الا البلاوي؟ انا ليا غيرك يا بدران. اه بس انا دلوقتي ورايا مواعيد مهمه. مش اهم من البنت اللي مستنياك تمد لها ايدك وتنقذها بدران؟ الحقني. هات ارجع على المكتب، ما تنساش تجيب البطاطاية بتاعت العشاء. يلا يلا بينا. عشان كده علي مهم جدا نعرف الست اللي بيروح لها الستات دول. انت مش مفروض عملت عنها تحريات؟ اسمها حنتومه. هي حنتومه وشغاله في السحر والدجل والشعوذه والكلام الفاضي اللي سعادتك عارفه ده. طب ما انا هايل جدا كده. الست دي بقى لازم نلاقي لها سكه نخش لها منها، لان لو عرفنا الستات دول بيروحوا للست دي ليه هنعرف حاجات كتير قوي عنها، وممكن في الحاله دي كمان. ادخل. تمام يا باشا. خير؟ في واحد بره عايز يقابل سعادتك. ما قالش اسمه ايه يا ابني؟ الباشمهندس عبد العزيز الريان. عبد العزيز الريان؟ اه ده ابو الواد شادي بتاع حمله الفيلا. قول له ادخل. تحت امرك يا فندم. اتفضل يا باشمهندس. اسمها ايه؟ حنتومه. تومه. انا اسف يا ياسر بيه، بس كان لازم اجي لك. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. انا اسف بس ابني في خطر ومحتاج مساعدتك. معاه استاذ عايز يخمر شويه. يلا. العمروتي طلب يقابلني النهارده. اكيد عايز يرغي بقى ويلوك في الفرشه اللي فرشتها في السوق. بس خلي بالك يا ابو جمعه، احنا كده مكسبنا اقل من تعبنا. بص لقدام يا خال، بص لقدام. احنا لسه في الاول. برضه احنا شارعين للمكسب، وبعدين العمروتي ده مش مضمون. خميس عنده حق. مكسب السوق أهم من الزيادة اللي خسرناها. والنوح مش هيسكت، هيعمل أي حاجة علشان يرجع تاني. البضاعة دي عشان نبلع بيها السوق لازم تاخد ختم المزاج. والسكة مفتوحة. الناس زهقانة وكفرانة وعايشين في غلب برضه. فالنفر لو هيشتري الحباية دي وهو متأكد إنها هتخرجه من العالم والغم ده وتحطه جو أحلى، هياخدها بمزاج. صح ولا لا؟ هياخدها بمزاج. واللي يتاخد بمزاج عالي الجودة لا يمكن حد يسلاه. ولا يا حاجة؟ طمنتني يا حبيبي. إلهي يحرسك، إلهي يرزقك كمان وكمان. بركة فيك يا عسل. خدت الدواء؟ خدته يا حبيبي. ربنا ما يحرمكم من بعض ويديم المحبة بينا يا رب. آمين يا رب. دوق. دي خلطة جديدة؟ اه. حلو. بس ما تخمرهاش زيادة، خلاص كفاية كده. لو جهادك يا فندينا. أنا عملت بنصيحتك وجبت لنا المصحة عشان يتعالج. كان كويس قوي في الأول. وفي ليلة جات له أزمة ما بقاش قادر ياخد نفسه، كان هيروح فيها. حطوه على جهاز التنفس لحد ما فاق. الدكاترة قالوا إيه؟ قالوا إن دي أعراض صحية، ده معناه إن سموم الحبوب بتخرج من الجسم. طب ما ده شيء كويس، معنى كده انه ابتدى يستجيب وهيبطل. المصيبه انه في ليله تانية الممرضه لقت معاه شريط ترامادول كان مخبيه، بس ايديها ورجليها علشان ما تقولش رفضت، صار عليها وضربها وكان هيموتها. الشريط ده جاله منين؟ معرفش، لكن المشكله بدات تجيله نوبات سرعة، وانا خايف انه يوصل لمرحله التفكير في الانتحار. باشمهندس، اشمعنى فكرت فيا دلوقتي؟ عشان الاتفاق اللي بينا. قلت يمكن لما يشوفك يخاف منك ويعمل لك حساب ويستجيب للعلاج. ازيك يا شادي؟ ايه؟ تحاول تفتكرني؟ انت ايه اللي جابك؟ هتصدقني لو قلت لك ان جاي اطمن عليك؟ طمن عليا ولا تلبسني تهمه تاني؟ بابا جالك واتفق معاك مش كده؟ شادي
عارف انا ليه سبتك يومها؟ عشان حسيتك غير العيال اللي اتقبض عليهم دول كلهم. حسيتك موجود من باب الفراغ او من باب التفريح، لكن اللي صدمني بجد اني اكتشفت انك شبههم قوي. انتوا ليه مش قادرين تصدقوا اني حاولت ابطل واني بكره نفسي وانا باخد؟ رجعت له ليه؟ رجعت له ليه؟ عشان كنت هموت. حسيت ان روحي بتنسحب مني وقلبي هيقف ونفسي مكتوم. كان لازم اخد حبايه واتنين عشان ما اموتش. شايف بقى ان الحل انك تستمر في الحكايه دي على طول، مش كده؟ بدل ما اوصل للمحطه اللي بعديها اسرق ابويا عشان يجيب اللي عوضني. وايه بقى هي المحطه اللي بعديها؟ انا لو ما لقيتش ترامادول مفيش حاجه ممكن تظبط دماغي، والبديل الوحيد اللي مستنيني الهيروين. يا نهار اسود، هيروين؟ هيروين يا شادي؟ انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه اخرجها بيها قبل ما يرحلوا على النيابه. ايوه ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده مسامه. مش مشكله، كله على حسابهم وكله عن نوت. انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوا على النيابه. ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده مسامه. مش مشكله، كله على حسابهم وكله عن نوت. اسمها ايه هي اللي مرميه هناك دي؟ شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد؟ الله على اللقاء قدامي، ده انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة ترامادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه بس عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. فيزا كورس براون شوجر. اللي هي يا باشا؟ براون شوجر بي اس، البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافة. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجارة ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده، هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروس. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس، مش برضو خميس؟ افندينا خميس افندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو، انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي، سي يو ليتر، باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه؟ اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني ده التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما دخلني معاك في الاسبانه هتجيبوا لي برنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهه برضه؟ امال ايه؟ سبا يعني موزه مقشره، مكان تروحوا يفضلوا يدلكوا فيك لغايه لما تخرج زي الموزه المقشره. يا سلام، زحلقه يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. والله يا باشا ده انت حكايه.
يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك في السوق بتاعنا مفيش حاجه بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رايك؟ انا في الليله دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. لا مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفة، عامل له عمل حاجة كده، تحس انها ايه رأيك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا علشان تحلها؟ انا هقول لك على الصحة. خميس افندينا دلوقتي في حماية الباشا، ولو حصل اي حاجة لافندينا الشبهات والشك والريبة والضغينة هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شوية. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض، بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ مونا يا فندم. هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم. الاقي معاك كلمة زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه. رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة اجيبها لسعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورقة ايه؟ ورقة اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف، اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندين، اللي هو التوقيع افندين. اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطتك حلو. بص انا احط دي هنا، بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد زينهم. لا لا، خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا ما توقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. تشتغل اصلا لؤي؟ خلاص بقى انا زهقت منك.
اعمل اللي يريحك. سلام. تستغربيش ورقه البفره. ما تستغربيش ورقه البفره. ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي. لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. افندينا بصي يا بنت، انت فين كل ده؟ والنبي يا ابله بلف لك على كعب رجليا لما كعب رجليا فقفت، اعمل ايه؟ مش لاقياه. يا سلام، انت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ امال المكان في جيبك ليل ونهار، هو فين؟ والنعمه الشريفه شحح يا ابله، ده حتى اللي كنت بجيبه ب 10 دلوقتي بجيبه ب 20، ويا ريت لاقيين. انا مش عارفه الناس اتصرعت على الفلوس كده ليه. كفايه لا ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهبال؟ اتفضلي يا ابله. هاتي فلوسك السودا دي، روحي اعملي لي كوبايه قهوه بسرعه. قهوة وشاي وبرشام وسجاير. أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك أفيد من كل الكلام ده. إيه قولك بقى؟ امسكي. كاتبة عليا فيه؟ يلا شليه. ده واجب مني عشان أصالحك بيه. حكيم أنا عارف إنك مقيارة مني من المرة اللي فاتت. بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا. يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده. بقول لك ايه؟ ايه؟ مين الموزه اللي كانت لازقه لك دي؟ فتنه؟ اسمها فتنه؟ دي فتنه قوي. فتنه خالص. فتنه على الاخر. البنت دي سكتها ايه؟ بتحب واحد من صغيرها وبتموت فيه. ايه المشكله؟ ننطر وندوس احنا. انسى. ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه. يا بنت معلم على نفسه، هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه؟ انا هنا المعلم والباقي كله زباين. قلت لي بقى اسمه ايه الزبون ده؟ اسمه افندينا. افندينا؟ يا محاسن الصدف. ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده؟ هي افنديهم؟ ومالها ورقه البفره؟ ده حتى في الخير. بس انت جيتي بسرعه قوي. أنا قلت يعني هتتقالي شوية، هتعملي فيها كده، طلعتي واقعة. هتقل أدبك، هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني. وليه بقى اللون ده؟ هتخليني أغير رأيي فيكي كده. ممكن أعرف إيه معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده؟ عربون وصال وفتح سكة محبة وربط كلام. ومش شايف إن الطريقة دي قديمة شوية؟ أصل أنا غاوي طرب أصيل. يعني ناوي تغني عليا؟ لا يا حبيبي، ماليش فيه. ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان؟ مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود. وماله، نقضيها وانت ونصيبك بقى، يا تبقى ابيض يا تبقى اسود. يتوب علينا ربنا. باي. أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني. أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع. أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك. إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10. ليه كده بس؟ مدام كرامة، انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة؟ يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل. يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان.
كرامة يا بنتي. الأنوثة مش دلع وكلام معسول، الأنوثة هو إحساسك بنفسك، إحساسك بذاتك. ساعات بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي، وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني. أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثق فيا، إحنا قربنا قوي. صرحيني يا بنتي، أنت خايفة من إيه؟ اتكلمي. ما ترد على الحاجة، وإلا كنت فين؟ اشتغلوني أكتر، اشتغلوني، فهمونك ما تعرفوه. ما نعرفش إيه يا أخوي، هو في إيه؟ في إيه يا أم سعاد؟ في إنكم لبستوني عمة صح يا عم الحاج، ألوصتوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالقرشينات. ما تلم لسانك يا أخينا أنت، أقف مع أبوك واتكلم عادي. لم قلتوا نفسكم شوية بقى، ولم بنتكم، بدل ما تلم بلاقيكم على الناس المحترمة. الكلام ده مع دول روحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه، مش كفايه متجوزين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيتداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي انا فيه وهض اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل، لكن انت بعتني رخيص قوي. بس انت بعت نفسك ارخص بكتير، انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ضله. اخرجي تفسدي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله، انت بتتوه ليه؟ ايه اللي حصل يا ام سعاد؟ ريحيني وقولي لي في ايه. بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقي حتى ارض ما تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه، انت والجوع بعيد عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت، انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس انا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوى في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيميا؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والاوتوبيسات اللي ايديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات، وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق، هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا، ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف قوي من الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حاكم الصيد ده موهبه من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل بصه للقمر
وابقى شايفاه كده هو بيجري ورايا، كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا. بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي، عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر زي كده غاوي سمك. بس مش عارف تصطاده؟ لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى غاوي أزازة واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفة شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفة شمال جت علي انا بقى لعبد الغلبان. على فكرة انا عارفة انت عايز مني ايه، ولعبت لعبة الورق وجبتني هنا ليه؟ شوف شو اصلك انت تحب تعمل كل حاجة بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازة مفروض عليك. مفروض عليها ولا مؤاخذة يعني ما عندكوش مراية في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلائم، عاملة كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصلة من دول. غريبة انت برضه. انا شوفي يعني شفتك كم مرة لحد دلوقتي، يعني مرات قليلة بس، يعني بعض سواعي كده اشوفك حاجة وبعض سواعي تانية اشوفك حاجة تانية، يعني واول مرة ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعة زمن بنعيشه. بس أنا بقى راجل بحبش حد يفرض علي حاجة. العمروتي اللي هو أبوي كان شايف كل حاجة من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك أنت من وش القفص عشان كان عارف إن أنت اللي هتكمل مسيرته، وأنت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي أبوكي، أنا عايز رأيك أنت. أول ما أعرف هقولك يا أفندين. يتوب علينا ربنا. ده دي صبت ده بقى بينعش المخ ويعلي إدراك العز. سايبنا حبك وأدوب في قلبك يا دوب، سيبنا حلفاؤك خانوك يا أفندينا، كل حلفاء. لو الحكومة تعرف قيمة الدماغ كانت فكتها علينا شوية وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها، لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم 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 وفي الآخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه، وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على اصوات؟ انت خيرك ما غلقان يا باشا، بس في حاجه صغننه قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف ومصيره يكبر ويبقى أكبر منك كمان. إيه خير؟ عندك أنت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة زي حبيبنا اللي ضميره صحي؟ أنا يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام سامع يا متر. بقال الله يا حبيبي، هاتك الباقي دي على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة وهو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ آه. يعني محدش قال لي. ايه الاخبار؟ اقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي، بدران ده في مقام ابن اختي.
من اختك الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. اه يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟ ست شهور مالها؟ انت الطاقه صعب يخصك وبتنكش وراك كبير. اه صحيح، الست شهور بتروح لست بتاع الدجل وشعوذه ساكنه في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مره شفت معاها الست كرامه بس نسيت اقول لك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطره مرات براء النوح. مطر مراد برانو.